بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حاجات رائعه، هنعمل شويه طواجن حلويات. طواجن، احنا نعرف ان الطواجن دي في المطبخ بس او في الحاجات المالحه بس، لا، النهارده هنعمل طواجن مختلفه وهنشوف مع بعض عجينه مختلفه وحشوات مختلفه. عشان كده بقول لكم دايما ابعتوا لنا على صفحتنا الموجوده قدامكم على الشاشه، صفحه الحياه تي في، علشان خاطر نشوف اللي انتوا عايزينه نعمله لكم. الطواجن عموما الطاجن بيبقى كده اهو، ولكن احنا هنعمل طاجن زي ده ولكن بعجينه هتشوفوها يمكن لاول مره هتشوفوا العجينه دي. تعالوا نشوف العجينه ونسيبنا من الطاجن ده دلوقتي لما نيجي عند وقته. العجينه بتاعت الطاجن عباره عن 3 كوبايات ونص من الدقيق، 3 كوبايات ونص من الدقيق، وكمان عندنا نص كوبايه من الزبده، وكوبايه الا ربع من السكر البودر، ونص كوبايه من النشا، وربع كوبايه من الكاكاو، ولبن للعجن. لغايه كده العجينه بتاعت الطاجن او اللي هنشوفها دلوقتي. عندي بعد كده الحشوه بتاعت الشوكولاته عباره عن جناش، كوبايه من الكريمه وكوبايتين من الشوكولاته القطع. اهم جناش، كوبايه من الكريمه وكوبايتين من الشوكولاته القطع. وبعدين عندي كمان شويه من البندق المجروش، نص كوبايه، وقطع براونيز كيك او كيك عادي، وبعدين هنحط على وشها صوص شوكولاته او صوص كراميل، مش اكتر من كده. عايزين نجرنش بحاجات مختلفه هقول لكم لو حبينا نجرنشها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل العجينه بتاعتنا اللي هي اساسا زي ما قلت عجينه بسيطه لذيذه، كل مقاديرها قدامنا اهو. هنحط كل الحاجات مع بعض، بس الزبده الاول، تمام، ونحط عليها السكر البودر والنشا والكاكاو. وزي ما قلت لكم لا فيها بيكنج باودر ولا فيها اي حاجه خالص، هي عباره عن عجينه روعه كده. هنجربها مع بعض وهقول لكم تعملوها ازاي، يعني عجينه كمان تقفلوها ازاي. خلصنا كل ده هنيجي كده بالراحه عشان نعجن مع بعض بالراحه خالص 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 اهو، ونعجن بالراحه خالص لغايه ما تختلط مع بعض. في الوقت ده بقى هنعمل مع بعض الجناش على بال ما العجينه تلم معانا. بس انا قلت لكم ان العجينه دي هنعجنها باللبن، هنضيف لها شويه لبن شويه شويه لغايه ما تلم معانا العجينه خالص. العجينه دي حلوه قوي، تنفع لحاجات كتير جدا، وبعدين بسيطه زي ما انتم شايفين وسهله جميل. ولكن لو احنا بقى عايزين بدل ما نتعب نفسنا يا شيف يسري ونعمل العجينه دي وبعدين يعني مش عارف ايه، لا خالص، احنا هنوريكم كل التفاصيل دلوقتي. هناخد العجينه دلوقتي نعجنها مع بعض ونعمل الجناش في نفس الوقت اهو. هنحط الكريمه وبعدين نخلي الشوكولاته لغايه ما الكريمه بتاعتي تسخن. اول الكريمه بتاعتنا ما تسخن هنضيف عليها الشوكولاته بتاعتنا، شوكولاته قطع. جميل، بصوا بقى العجينه بدات اهو، العجينه بتاعتنا بدات تختلط مع بعض. هنزل شويه لبن، شويه مش كل الكميه، تمام كده. ونيجي نستنى شويه لما نشوف هتلف ولا لا، لو لفت معانا نزود، لو ما لفت معانا خلاص، ما لفتش نزود شويه لبن، ومعانا بعض لغايه ما كمان الكريمه بتاعتنا تبدا في الغليان. شايفين انا بعمل معاكم كل حاجه بالتفاصيل، كل حاجه بالتفاصيل. مش عايز اوريكم شكل الطاجن دلوقتي، ولكن يا شيف يسري ممكن احط في طاجن زي ده على طول، او طاجن زي ده على طول او اكبر. عادي، ما فيهاش مشكله خالص. زي ما قلت ممكن نستعمل الطواجن دول، ما فيهاش مشكله خالص. اكبر من ده اللي هو الفخار برضه ما فيهاش مشكله. لكن انا عامل لكم النهارده مفاجاه، العجينه دي مفاجاه هتشوفوها دلوقتي وان شاء الله تعجبكم، وتبعتوا لي علشان تقولوا لي ان احنا جربنا العجينه وزي الفل. بزود لبن شويه بشويه، بزود لبن شويه بشويه، مش عايزه تبقى عجينه طريه. كمان شويه لبن، العجينه هتبقى معايا اهي، هتلم معايا، تمام شوية. وبعدين بص على الكريمة علشان ما تغليش وتفور معانا اهو،
تمام بالراحه خالص، اول ما هتغلي هضيف لها الشوكولاته، يبقى عندي جناش. شيف يسري ما فيش طريقه ثانيه نعمل بيها الجناش، في ان انا احط شويه لبن نص كوبايه عليهم ربع كوبايه من الزبده واضيف عليهم كوبايتين من الشوكولاته اول ما يغلوا مع بعض، برده ده جناش. يعني انا بسهل الامور وبقول لكم على الطرق المتعدده لعمل الجناش، وانا مستني طبعا العجينه بدات تلم معايا. لو انتم شايفين محتاجه حاجه ما اعتقدش، نزل ايدي كده وبص عليها، لا مش محتاجه حاجه خلاص، يعني مش محتاجه تحط لها لبن تاني، لا خلاص مش محتاجه نحط لها لبن تاني. العجينه بتلم معايا، بدات تلم معايا، فهنيجي هنا وناخد مع بعض الخشبه دي او الحاجه اللي هنفرد عليها ونقفل ونوريكم شكل العجينه. بس استنوا بقى لان الكريمه بدات تسخن معانا، مش محتاجها غير ان هي تغلي، اول ما هتغلي هحط عليها الشوكولاته. بس هوريكم شكل العجينه اهي وقوامها اهو. لا هنا بقى اهو، بصوا العجينه بلمها كده، ولازم ترتاح شويه، تمام لازم ترتاح معانا شويه. العجينه اهي فله حلوه قوي. عايز اعمل بقى طارت زي اللي احنا عاملينه ده، لازم ما قلت لكم، بس هركن ده على جنب اهو، ونيجي بعد كده نوريكم العجينه اللي احنا مريحينها شويه. هات شويه دقيق من فضلك اهو، بالراحه خالص. دي بعد ما ارتاحت، ودي قبل ما ترتاح، تمام اهي. دي بعد ما ارتاحت، ودي بقى قبل ما ترتاح معانا. واحده واحده زي ما انتم شايفين كده، عجينه لذيذه حلوه قوي. لغايه كده احنا ماشيين مع بعض واحده واحده. نرفع دي نسيبها ترتاح ونغطيها ببلاستيك ونحطها في الثلاجه، يعني ربع ساعه نص ساعه تبقى معانا زي الفل. وبعدين ناخد بقى رشه من الدقيق بالراحه، ونجيب كده المردانه بتاعتنا ونفرد مع بعض العجينه دي بالراحه خالص. بس هجيبها هنا بقى كده اهو، هنجيبها هنا عشان نحكمها، ونفرد بالراحه لغايه ما تبقى مثلا بارتفاع 3 4 مللي، ما تبقاش تخينه قوي. ونقلب، شايفين العجينه عشان مرتاحه بتتفرد معايا بمنتهى السهوله. طب انت هتحطها ازاي يا شيف يسري؟ هل هتحطها في طاجن زي بتاع السابلي اللي احنا بنحط فيه؟ لا، انا عايز طاجن شكله مختلف وهوريكم شكله. عايز طاجن شكل ده، شايفين ده؟ ده الطاجن بتاعنا، انا هحطه هنا ما فيش مشكله اهو. شايفين الطاجن بتاعنا اللي انا هعمله؟ الله، انت عملت ده ازاي؟ ما هو انا بفردها قدامكم اهو عشان تشوفوا عملناها ازاي. يعني انت النهارده متعمد ان انا اعمل لكم العجينه دي بتفاصيلها، اما الحشوات فهي سهله. الحشوات اللي انتوا عايزينه تحشوا عندي شويه براونيز، عندي كمان شويه من البندق، عندي كريمه، كل الحاجات، صوص كراميل، صوص شوكولاته، كل اللي انتوا بتحبوه احشوا بيه. لكن اهم حاجه في القصه كلها العجينه بتاعتنا دي حلوه قوي. قربت تتفرد اهي. طبعا الجناش لازم، واحنا بنحط الجناش لازم يبقى شويه بارد، ما يبقاش سخن خالص. نحط الجناش زي ما قلنا بعد ما يبرد خالص، الا اذا انتوا عايزين تحطوه دافي وتاكلوه هو دافي، تمام. مع بعض خلاص قربنا. انا عايزها ما تبقاش تخينه قوي، احنا عاملين مع بعض طاجن تحفه. اخر حاجه دلوقتي بالراحه خالص اهو، فردنا جميل. هنيجي هنا نجيب فورمة بتاعت تارت ونقطع بيها. بعد ما قطعنا كده نرفع الزيادة اهي، نشيل كل الزيادات اهو، جميل. وبعدين بعد ما قطعناها كده نعمل ايه؟ بصوا ركزوا بقى عشان نعمل مع بعض الطاجن بتاعنا. باخد دي كده واحطها فين؟ في الفرمة اهي،
فورمه كيك عاديه، فورمه كيك عاديه تمام. اهي هنحطها هنا وناخد جواها العجينه بتاعتنا، وبعدين ننزل بيها نسكنها بالراحه خالص، ما تستعجلوش، لان طبعا القصه دي اهو احلى حاجه في الموضوع. نسكن نسكن، برفع اهو من هنا برضو، شايفين انا برفع خالص عشان تتسكن معايا، وفي نفس الوقت بخلي الحرف ده زي ما هو ما بشيلوه بالراحه. جميل. بعد ما سكننا اهو عدله، بقوم تاني ده الحرف ده. ليه بقى؟ لان انا لو حطيتها في الفورمه دي العاليه دي ودخلتها الفرن على المقاس ده هيهبط معانا، هينزل معانا. تاني بقول لكم، لو انا حطيت المقاس ده وقطعت هنا الزيادات، اول ما هيخش الفرن هينزل معانا، هتلاقوا شكلها ما فيهاش حاجه خالص، وكله بقى يعني فوق بعضه. عشان كده انا عملت لكم الشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام، ندخل الفرن بقى تستوي براحتها وهوريها لكم ان شاء الله. جميل. تمام، هحشي بقى الحشوه بتاعتي. هنجيب بقى، عشان احنا عندنا اول واحده الشوكولاته الجميله دي، هنجيبها ونيجي هنا. انا عامل واحده كبيره اهي برضو بحروف مختلفه. تمام، ونجيب هنا زي ما قلنا، بس قبل ما نعمل الجناش اللي احنا سايبينه على النار، بدا بعد ما غلي معانا اهو، حط عليه الشوكولاته. وزي ما قلت لكم عايزين تستعملوا على طول وهو دافي كده او هو سخن، ماشي مفيش مشكله، عايزين تستعملوا بعد اهو. تمام اهو، ما انا قلنا بقى ان احنا اول ما بيغلي بشيل الشوكولاته خالص اهو عشان خاطر ما تتحرقش معانا، ونقلب. طبعا شوفوا ساحت ازاي الشوكولاته بسرعه اهو. تمام، حلو قوي. تمام، بعد ما حطينا كده، لو انا حسيت ان الكريمه لسه بارده وهياخد وقت، احطها على حرف النار، حرف بسيط قوي من النار عشان تسيح معايا اسرع. الحرف النار اهو. تمام، خلصنا مع بعض، ادي الجناش بتاعنا بعد ما ساح معانا خالص. تمام اهو، بصوا طبعا لما بيبرد بيبقى حاجه مختلفه اهو. تمام اهو، حلو قوي. هخليه على جنب ده لان انا مش محتاجه، انا مجهز هنا عشان يبقى بارد اهو. حلو قوي، جميل. يلا بينا عشان نملى الطاجن بتاعنا ده، وده اول طاجن نعمله. هناخد شويه من الجناش في الارضيه كده ونفردهم، وبعدين نحط شويه من قطع البراونيز. طبعا احنا عملناه قبل كده، يعني ان شاء الله هتلاقوه على صفحتنا موجود، واهو. وبعدين شويه صغيرين من البندق، وكمان شويه من البراونيز. طب انا مش عنديش براونيز ومش عايز اعمل ده، انا بقول لكم انتوا اصحاب الشأن، ممكن نعمل مكان البراونيز دوت كيك شوكولاته عادي جدا، بس انا عندي البراونيز ده حاجه بيبقى تقيله شويه، يعني حاجه غنيه شويه. انتوا بقى اصحاب الشأن، يعني انتوا عايزين، انا بقول لكم الطريقه وانتوا تنفذوا اللي انتوا عايزينه. تمام، باجي هنا احط شويه بندق تاني، وبعدين بقى ايه، نغرق شويه كده. يلا بينا، يلا ياسر اهو، نغرق شويه من الجناش اهو. يا حلاوته. تمام، بصوا بقى اللذاذه، يعني مش عارف اقول ايه، يعني غير ان احنا بعد ما غرقنا كده شويه من الجناش، ممكن بقى نحط شويه كريمه صغيره روزيتات، او ناخد شويه من صوص الكراميل. عشان كده انا هاجي هنا نحط اي روزيتات، يعني مش كتير، انا مش بغطيها خالص، انا بناخد كده شويه، يعني مش في كل مكان، في قطع صغيره. ونرجع تاني نديله بقى صوص الكراميل. وبعدين عايز اقول لكم حاجه بقى، يعني الطعامه في العجينه دي، يعني الحاجه الكويسه اللي طعمها حلو قوي في العجينه دي، عشان كده انا تعمدت
ان احنا نعمل مع بعض العجينه. شويه صوص كراميل، الله. طبعا عايز اقول لكم، طبعا اللي بيعملوا دايت النهارده يعني يمتنعون. بتقول دايت يمتنعون النهارده. عندنا هنا طاجن زي القنبله، حاجه حلوه قوي. عملنا طاجن الشوكولاته وحطينا عليه الكراميل وحطينا عليه الجناش وحطينا عليه كل حاجه احنا بنحبها. عشان كده هستاذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض. لسه عندي للعجنه دي، للعجينه دي حشوتين، ما حدش يروح في مكان. الجديد الممتع التعليمي هتلاقوه دايما مع الشيف يوسف، برنامج مطبخ الحياه، بعد الفاصل.